ثاني شغلة بعد نازلة عندي بالبوتيك وتوا توصلني البلاش بر من ماركت بنفت. ماركت بنفت يحبون ساعات يسوون لكم كذي مجاميع، يسوون لكم أحجام مثلا صغيرة بالتات، بحيث أن تكون أسعارها مخفضة مع بعض. هذا البلاش بار لو تلاحظون في 5 ألوان أو 5 درجات بما فيهم الهولا. هولا هذا طبعا فظيع، يستخدم ككونتور، تعرفوني أنا إيش كثر أحبه. وهذا الكاليفورنيا بنات شوفوا أنا عندي دائما أستخدمه حق استخدامي الشخصي. هذا هو نفسه طالع طبعا رايح اللون اللي فيه من فوق والشكل خربان لأني قاعد أستخدمه. أحبه حق الصبح لأن لونه ياي شوفوه مشمشي، شو أقول لكم، تحسونه فريش حيل حيل حق الصبح، يخلي وجهي شكله فريش وايد لونه حلو. ومع التان وكذي أتخيله بعد هم يطلع حلو لأنه فيه لمعة خفيفة. هذا شوفوا هذا داندليون تشوفونه لونه وردي الهادي وايد بعد حلو. يعني أنا أحب البلاشرات اللي هو لما تصير مثلا باليت ولا شيء يكون حاطي لكم درجة على مشمشي ودرجة على وردي، لأن إحنا ساعات يا نستخدم مشمشي يا راح نستخدم على وردي، فيكونوا الأرض والأثنين. وهذيل بنات وايد حلوين. هذيل شنو استخدامهم؟ هذيل مو إضاءات 100%، هذيل بلاشر في إضاءة. فحلو لما تحطين أنت البلاشر العادي تجيبين هذا منه تحطينه فوقه شي تاتش خفيف، يعني تحطينه على البلاشر قريب من الإضاءة، أو ممكن تستغنين عن الإضاءة خصوصا حق الصبح، يعطي بشرتك لوك هيلثي وكذي جلوي، تحسين البشرة صحية. فهمتوني؟ يعني شوفوا ألوانهم، شوفوا هذا، شوفوا هذا، شوفوهم بلاشرات بلمعة خفيفة حلوة، يعني على الخد تصير بالضبط صحية. ما يصير كذي تالي الليل الحين تشوقت تمكج، شوقوني غلط غلط، ما يصير بالليل ما يصير. المهم بنات الباليت موجود بالبوتيك، إذا بتشترون كل بلاشر بروحه راح يكلفكم 62 دينار، وهم حاطينهم مع بعض تخيلوا بكم، 25 دينار بس، which is مسوين خصم تقريبا أكثر من 50% على تقريبا 60% الخصم. فالفرصة وايد قوية، بلاشراتهم وايد حلوة بنفت، هو لا يهبل، جودتهم حلوة ثابتين. إذا تحبون تشترون حق نفسكم تشترونه كهدية ممتاز وسعره يهبل.